أيضا حول ملف المفاوضات في الكويت، ينضم معنا عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الدكتور حمزة الكمالي. أهلا بك دكتور حمزة. دكتور حمزة، بداية بعد مرور أسبوع، ماذا حققت مفاوضات الكويت حتى الآن في ظل المراوغة الحوثية؟ حتى هذه اللحظة لم تحقق مفاوضات الكويت أي شيء يذكر. للأسف الوضع على ما هو عليه، الحوثيون وصالح يراوغون، يلعبون، لا يريدون الالتزام بأي اتفاقات سياسية. هم يضعون الجميع أمام أمر واقع بأنهم لا يريدون الوصول لاتفاق سياسي. الحوثيون وصالح تأخروا عن الموعد، ومن ثم عطلوا الجلسات من داخلها، وآخر شيء يرفضون الأجندة برغم ما تم التوافق عليه قبل يومين. هذا الموضوع يعني يؤثر بشكل كبير جدا على مسار المحادثات وعلى مستقبلها، وقد يؤدي الى انهيارها في اي لحظه. هناك اجتماعات مكثفه يقوم بها صراحه السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد مع الاطراف، مع الحكومه الشرعيه ومع وفد الانقلابيين. كان هناك اجتماع انتهى قبل ساعه من الان مع وفد الحكومه اليمنيه، وقدمت له رساله واضحه وشديده اللهجه من الحكومه ترفض الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين في تعز، وتؤكد بأن هذه الانتهاكات إذا ما استمرت فإنها ستؤدي إلى انسحاب الوفد وعدم اكتمال المفاوضات. نعم دكتور حمزة، كان هناك أنباء عن تصريحات للمبعوث الأممي حول الاقتراب من اتفاق، فهل بالفعل المفاوضات قريبة من هذا الاتفاق؟ يعني هذا الكلام غير مبني على حقائق وغير عقلاني، هو كلام مجرد سياسي فقط لمحاولة رفع أجواء، أو مثل ما نقول محاولة رفع سقف يعني طموحات الناس، لكنه حقيقة ليس هناك أي توافق لا شكلي ولا حتى على مستوى المضامين الرئيسية بشأن المشاورات. هناك تعنت حقيقي من وفد ميليشيات الحوثي وصالح برغم الجهد الدبلوماسي الكبير جدا. وهناك بالمناسبة يعني اجتماعات على مدار الساعة سواء من السيد اسماعيل ولد الشيخ أو بسفراء الدول الـ18 أصدقاء اليمن وغيرها للعمل ودعم أن تعود المشاورات إلى مسارها الرئيسي بمناقشة التفاصيل الرئيسية. الحوثيون وصالح وهم في قاعة المفاوضات يقدمون نموذج حقيقي عن طبيعة هذا الانقلاب، وكيف أنه غير ملتزم بأي اتفاقات، وأنه لن يلتزم بأي اتفاقات ما إذا ما تم التوافق عليها. حقيقة الحوثيون وصالح لا يريدون سلام، الحوثيون وصالح يفشلون كل الآمال التي علقناها نحن كيمنيون على هذه المشاورات لتكون مخرج حقيقي من الأزمة التي وصلت إليها اليمن منذ 21 سبتمبر منذ الانقلاب على السلطة. نعم دكتور حمزة، لماذا يصر الوفد الحوثي على الانقلاب على جدول الأعمال، وكيف يواجه الوفد الحكومي هذا الموقف؟ الوفد الحكومي حتى هذه اللحظة منفتح، حتى هذه اللحظة يريد الوصول إلى تسوية سلمية تضمن استعادة الدولة وتضمن استئناف العملية السياسية. الوفد السياسي الحكومي حقيقة يريد السلام، وهو أتى من أجل السلام ولم يأتي من أجل المراوغة، لكن لا أعتقد أن هذا الأمر سيطول إلى الأبد. أعتقد خلال الأيام القادمة مع استمرار الانتهاكات في تعز على الأرض سيكون هناك موقف حازم من الحكومة قد يؤدي إلى الخروج يعني من هذه المفاوضات الفاشلة بصيغة نستطيع القول عليها أنها موقف يعبر عن تطلعات الناس الذين سئموا من مراوغة الحوثيين ومن تلاعبهم. لكن دعيني أكون واضح هنا، أمام الحوثيين وصالح فرصة، هذه الفرصة للسلام عليهم أن يستغلوها لكي لا يجبروا الناس للذهاب نحو الخيار العسكري الذي سيستأصل حركتهم وينهيها تماما. أمامهم فرصة للبقاء إذا ما سلموا أسلحتهم، وإذا ما انصاعوا القرار 22/16 للبقاء كمكون سياسي. إذا خسروا هذه الفرصة أعتقد أنهم سيكتبوا النهاية الحتمية لحركتهم ولانقلابهم ولمكوناتهم السياسية. الأمر الآخر هنا أن المجتمع الدولي والسيد اسماعيل ولد الشيخ عليه أن يمارس ضغط حقيقي عليهم. إذا ما استمر الاستهتار والتعنت من قبل الحوثيين بهذه الطريقة، فكل يعلم أن الخيار العسكري سيكون هو الخيار الأمثل للتعامل معهم. كلنا خبرنا جماعة الحوثي لفترات طويلة جدا، ونحن نعلم جيدا بأن هذه الجماعة ليست صاحبة عهد ولا صاحبة اتفاق. لذلك أعتقد أن الميدان سيكون الحازم إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه.
نعم، لكن هل نلمح من المراوغة الحوثية تدخل إقليمي لإفشال المفاوضات بدعمها للانقلاب أو لهذا الانقلاب؟ أي تدخل إقليمي؟ تقصد تدخل إيراني؟ نعم. يعني نحن نعلم جيدا أنه فشل محادثات النفط، أسعار النفط في الدوحة كان لها تأثير كبير جدا. الحوثيون الذين بدوا للحظة يعني لوهلة أنهم منفتحون وذهبوا إلى الرياض، ومن ثم وقعوا تفاهمات الحدود في الظهران، والذين أعلنوا بأنهم بشكل واضح يقولون بأنهم يريدون تسوية سياسية، انقلبوا فجأة من حيث بسبب لا نعرفه. وهذا الانقلاب أتى على أساس المواقف التي تم التوافق عليها مع البعوث الأممي، وعلى الرسالة التي بعثوها، وقالوا بأنهم يريدون تسوية سياسية شاملة. ومن ثم بعد ذلك، دعيني أكون واضحا، حتى داخل قاعة المشاورات يقول الحوثي لا يتخذون أي قرار، ويقولوا بأنهم سيراجعون ويتصلون مع قياداتهم، وفي الأرجح هم يتواصلون مع طهران ومع بيروت لاتخاذ هذا القرار. هذا أمر سلبي، برغم أنه ما تم الاتفاق عليه كشروط للمشاورات أن يكون جميع الحاضرين مخولون باتخاذ قرار حاسم، وهم أصحاب قرار وليسوا فقط حضور كممثلين رمزيين. نعم، شكرا لك الدكتور حمزة الكمالي، عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.